لو الحكاية فيها إن فيتو. فقد أعجبني جدا أن يكون الحديث موسوما بالحيادية والموضوعية. كلمتي ستكون في ثلاثة محاور: الأزهر الشريف، الموروث، الحاضر، المستقبل. الأزهر الشريف، الموروث، الحاضر، المستقبل. لماذا نلجأ دائما في حديثنا إلى الموروث؟ لأن حقيقة الأمر أن التاريخ هو علم المستقبل، وأنه لا ينبني مستقبل إلا على جذور ضاربة في التاريخ. فمن أجل هذا المحور الأول هو الذي ينتج المحور الثالث كما أنتج المحور الأوسط. الأزهر الموروث منذ عام 72 و900 من ميلاد المسيح عليه السلام، أي أكثر من 1000 عام، ب43 عاما، والأزهر الشريف باق ولا يمكن أن تبقى فكرة صحيحة هذا الزمان كله. فمن أجل هذا نقول الموروث. الأزهر الشريف ورث ميراث النبوة، وميراث النبوة اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، والأخبار الصحيحة اطلبوا العلم ولو في الصين، والحديث الصحيح الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. من هنا تنطلق رسالة الأزهر، ومن هنا أنشئ الأزهر الشريف.